اهلا وسهلا، حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، مستمعين اثير اذاعه ام بي سي اف ام في برنامجكم برنامج كيف معي محمد العسيري. وكما تحدثنا في بدايه الحلقه كل يوم اربعاء، وبدايه من اليوم نخصص فقره مختصه للموارد البشريه وايضا لاخر الاخبار الاقتصاديه في المملكه العربيه السعوديه، اللي بالتاكيد راح يكون ضيفي الدائم فيها الكاتب الاقتصادي ومستشار ايضا الموارد البشريه الاستاذ بندر اسفير. حياك الله استاذ بندر، سعيدين فيك اليوم. الله يحفظك، أحييك وحيي السادة والسيدات المستمعين، وشكرا على هذه المبادرة الجميلة اللي تضيف حقيقة لشبابنا وبناتنا الكثير. الله يحفظك، أنت إضافة لكل منصة أستاذ بندر. خلني أبدأ من حيث ما انتهى أحد المتصلين يتحدث اليوم أنه إدارات الموارد البشرية في المملكة تتغير، ولكن لمجرد التغيير، لكن فعليا ما في أي شيء واضح على الملأ. تعليقك. طبعا إذا ما تكلمنا على إدارات الموارد البشرية هو كلام صحيح، هو يقصد طبعا إدارات الموارد البشرية في القطاع الخاص أو في الشركات أو مدراء الموارد البشرية، دورهم الحقيقي. يعني حاليا حقيقة أنا قلما أجد مدير إدارة موارد بشرية يلعب دور الفعلي، يعني دورهم الفعلي حقيقة هم ما يلعبون الآن الدور المطلوب من مدير إدارة الموارد البشرية. طبعا مرحلة الآن شوية انتقالية، لكن الدور المطلوب منه أنه يساعد في اختيار الناس بشكل صحيح، أنه يطور من أداء الموظفين والموظفات، أنه يساعد في توجيههم في بعض التحديات. ترى عندنا في بعض الشباب والبنات في عمر مبكرة يواجهون تحديات أنا وأنت يمكن نشوفها بسيطة لكن بالنسبة لهم كبيرة. دور مدير الموارد البشرية أنه يساعد في حل هذه الإشكاليات، بعضهم ما يقوم بهذا الدور، فبالتالي تجد استقالات، تجد مثلا بعض التصعيد لبعض المواقف اللي المفروض تكون بسيطة. الدور آخر أيضا في عملية تحديد، يعني يعاب على جزء كبير مدراء موارد بشرية، أنه أغلب أصحاب العمل كيف ينظر لهذه الإدارة؟ ينظر أن هذه الإدارة إدارة تكاليف. هذه الإدارة دائما ما تصرف، ما يجيني منها عائد، هذا بنظر البعض. لكن دور مدير إدارة موارد بشرية يثبت لك إن لا، لما أختار لك الموظف الصح أنا أزيد من إيراداتك بشكل غير مباشر، ولما أختار الموظف الخطأ قد يسبب لك خسائر. فبالتالي دور الموارد البشرية في هذه الجزئية مهم. يعني ففعلا سؤال الأخ والأخت صحيح، ولا يلعبون الدور المفروض، وكتبت حتى صار في تهكم كبير لو تلاحظ حتى على السوشيال ميديا على مدراء موارد بشرية وبعض النكت والطرف. يعني لكن فعلا أنا بروح لمقالة كتبتها أنت أستاذ بندر في صحيفة مال بتاريخ 26 فبراير، اليهود والموارد البشرية. توقعت أنك ما راح توقعت أنك تذكرها. أي يعني أنت تحدثت فيها أن اليوم وصل التهكم إلى على عمل إدارة موارد البشرية إلى وسائل التواصل عبر صور ولقطات طريفة، تم إسقاط لقطات لمجموعة من حاخامات اليهود صحيح على مسؤولي موارد البشرية. مثل هذه التهكمات اليوم هل هي تضعف عمل إدارة الموارد البشرية؟ أيضا أنت ذكرت نقطة مهمة أنا ودي أذكرها أيضا للمستمعين، ذكرت أنه بعض الممارسات الخاطئة من هم منسوبي موارد البشرية شكلت وولدت صورة ذهنية عن إدارات الموارد البشرية أنها تقوم بنفس الأعمال وبنفس الوتيرة البطيئة. طبعا شوف، إذا جت ملاحظة علي أنا الآن من شخص واحد قد أعتبرها دقيقة أو غير دقيقة، لكن لما تجيني من مجموعة كبيرة من الناس غالبا بأخذها بعين الاعتبار بشكل أكبر. فلما يكون هذا الانطباع عند ناس كثر فبالتالي هي لم تأتي من فراغ، التهكم هذا نتيجة هذا التصور الخاطئ، لكن مصدره تجده صحيح. جزء منهم كبير ما يقوم بالدور، يعني جزء كبير مركز على جزئية الحضور والانصراف، جزء كبير مركز على عملية الحسومات مثلا أو خصم الرواتب، جزء كبير يلعب دور اللي هو الذراع أو الصفة لبعض أصحاب العمل اللي هم أنا والله جيت وفرت لك فلوس، أنا جيت يعني ضربت بيد من حديد. لا طال عمرك، مش هذا هو الدور أبدا. فالدور المفروض أكبر من كذا بكثير. ففعلا يعني المقالة المفروض تكون معليش عذراً، يعني ففي ضيف دخل علينا بالعكس، يعني هذا أحلى ضيف ممكن يكون على الهواء معانا اليوم، فتعرف الأطفال ما يعني ما يأخذون هذه الأمور بعين الاعتبار. الله يحفظهم يا رب. فيعني فعلاً يعني التهكم هذا، وطبعاً خصوصاً في فترة الكورونا، منشآت كثيرة أخذت قرارات صعبة،
فمن خلال مدراء الموارد البشرية، فبالتالي صعب عليهم بشكل كبير أن الناس يتقبلون. يعني في المملكة المتحدة بدأ أحد المختلين أعتقد عقليا بتصفية مجموعة كبيرة من موظفين الموارد البشرية. شوف يا ساتر لوين راح. يا ساتر نعم يا بدأ ساتر. بدأ بقتلهم، تخيل بدأ بقتل. يعني غريب، يعني تعرف بعضه يكون مختلين عقليا، لكن أنا أتكلم أن الدور الحقيقي أنت يجب أن تكون المحامي وخط الدفاع الأول عن الموظف. أنت اللي تطور من أدائه، أنت اللي تختاره بشكل صحيح، أنت اللي توجهه، أنت اللي تحل نوع من المشاكل حتى يصل لمرحلة من الإنتاجية ترضى عليه. أنا أقول لما يكون عندي موظف أداء ضعيف أقول لهم ترى إذا أنا ما أغير من أداء وطوره أنا ما استحق أكون في المكان هذا. بس أنت ذكرت نقطة مهمة اليوم دور موارد بشرية تكون خط الدفاع الأول على الموظف، لكن للأسف نشوف بعض أعمال الموارد البشرية هي ضد الموظف وليست في صالح الموظف. أعطني مثال واحد مثلا. لا أنا بتكلم عموما، يعني في بعض المؤسسات الخاصة أو نقدر نقول الشركات الخاصة هي تحاول عامل منفر للموظف أن لا يبقى في الشركة. هل هذا أمر صحيح؟ طبعا إذا كان بعضهم من غير المواطنين قد يكون عنده توجه آخر، لكن إذا كان من المواطنين غالبا ينفذ أجندة صاحب العمل، فلا يملك من قوة الشخصية ولا من يعني مثلا ضبط القانون أي شيء هذا المدير الموارد البشرية، فينفذ ما يملى عليه من صاحب العمل. والله أنا ما بهذا الموظف يجلس، أنا بيخص يعني أخصم من أو أخفض الرواتب، لن أعطي كذا، لن أدرب، لن إلى آخره. ملف التدريب بذاته يعني أنا قد أدفع بعض المصاريف لكن أثبت لك أن العائد عليه كبير لما درب موظفك. جميل. أنا بروح الاتصال معانا، ودي أعيد ناخذ مشاركات مستمعينا. نقول مساء الخير، أهلا وسهلا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله، حياك الله. مساكم الله بالخير. بالنور والسرور. مين معانا؟ بغيت عبد الرحمن العنزي. طال حياك الله عبد الرحمن، تفضل عبد الرحمن. أنا موظف سابق وشدنا الموضوع للأمثلة. يعني سابق ولا تائب يا عبد الرحمن؟ تفرق ترى. موظف سابق طال عمرك. ولكن المثال اللي قبل شوية يوم انت قلت للأستاذ اذكر أمثلة فهو الأمثلة طال عمرك. أنا موظف الآن في شركة، فمطلوب من الشركة كإدارة كمستلمني مدير أو مدير قسم أو أيا كان تبع الموارد البشرية أو دون، المفترض منه أنه يوعيني قبل لا ينزلني إلى ميدان العمل، يوعيني بالمخاطر ويوعيني برضو بالأحقية اللي لي فيها كأوفر تايم إذا عمل، كحفظ حق موظف يعمل بالتأمينات الاجتماعية تابع لهم، يعني على نظام واحد مش على نظام شركة وأنت عددت. ممتاز. يعني وانت عدد الشركات في النظام واحد، نظام تأمينات يحمي الجميع. صحيح. جميل. حاب تضيف شيء عبد الرحمن ثاني؟ انا بوصله طال عمرك، فانا لما ارفع للتأمينات من مثلا ضرر او خصم او انذار او لفت نظر جانب غير وجه حق، المفترض انه يكون من التأمينات مراقب او مسؤول معي يتابع المسألة هذه اللي جته ويصل فيها، علشان ما عندي أحد يلزمني بعد الله إلا هو يفصل بلحق. فإذا ما يتابعني وين أروح أنا؟ ولا يعني بغض النظر عن الجنسيات، الكل يعني هنا مرتزق والكل يأخذ رزقه وما حد يخاشر أحد، لكن أنت عطيتني مهمة الآن، فالواجب منك إذا حصل شيء أثناء المهمة كحادث كأي ضرر يصير فيني الموظف أنك تنصفني أنت كصاحب العمل. واضح. يعني ليش إذا صار علي حادث تأخذ مني مثلا حق تأمين أو تأخذ مني نسبة معينة محسوبة علي بنظام التأجير، أنا في مهمة عمل. هذا أولا. ثانيا الإجراءات اللي أعطاني إياها كإنذار أو كتوجيه كلفت نظر، إذا رفضتها الآن ليش يحل علي غصب؟ يعني ما فيها أي حقية أني أرده عني أو أني جميل. أعار واضح جدا يا عبد الرحمن. أنا ودي آخر أيضا كمية اتصالات، حاب أضيف شيء عبد الرحمن أخير؟ الله يعطيك العافية ووفقنا الله وإياكم. آمين آمين يا رب. من يسمع؟ التأمينات هو الباب الأول للموظف بعد الله، يعني
بإذن أنه يداريهم كموظفين سعوديين. تسمع إن شاء الله تعليق الأستاذ بندر. أستاذ بندر حاب تعلق على عبد الرحمن؟ يعني طبعا أنا ما أيد أنه التأمينات تلعب دور، لأن التأمينات جهة مشرعة ما يجب أن تلعب دور في كل منشأة، لكن المفترض أنه دور إدارة الموارد البشرية، الحمد لله إحنا بلد قانون، في نظام للعمل وفي لائحة داخلية في كل منشأة، أنا أطلع عليها وأعرف النظام، وبموجب هذا النظام واللائحة الداخلية إذا لي حق راح أخذه، والمحاكم العمالية الحمد لله قاعد تأدي أداء رائع في هذا الجانب. اليوم أيضا لما نتحدث عن الموارد البشرية، هل اليوم دورها عشان يتم التوظيف أن تنتظر أن تأتي لها الكفاءات المميزة، أم الأفضل البحث عن الكفاءات في المؤسسات الأخرى؟ وجهة نظرك أستاذ بندر. المفترض أن دورها استقطاب الكفاءات المميزة، أنها تعمل على استقطاب الكفاءات المميزة بعد تحليلها للاحتياج الوظيفي اللي موجود عندها. فبالتالي هذه ليست مهمة سهلة، ولو نتكلم على أغلب تحديات المنشآت الصغيرة والمتوسطة واللي بعضها أغلق منشأته بسبب توظيف الخاطئ لناس خطأ قد ينجحوا في أماكن أخرى، لأن أغلب المنشآت المتوسطة والصغيرة تعتمد على أصحاب يعني الملاك أنفسهم، فبالتالي هو يوظف من خبرته اللي ما لها علاقة في الموارد البشرية، فبالتالي يختار ناس خطأ ويصل للمرحلة الإغلاق. جميل جدا. أروح معك الاتصال أستاذ بندر. مساء الخير، أهلا وسهلا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. كيف حالك؟ طيب حالك الله يحفظك. مين معنا؟ معك حسين الزهراني. حياك الله يا حسين، تفضل يا حسين. على موضوع، على طاري موضوع التطور الوظيفي، أنا موظف في جامعة وعندي الحمد لله يعني عندي طموح وكذا وأكمل دراستي وكذا، خدت البكالوريوس اللهم لك الحمد وأكمل الماجستير، فمدير الجامعة حاط شرط إن إكمال الدراسة يشترط بس يعني يكون مخصص للكادر أعضاء هيئة التدريس والكادر الصحي فقط، الكادر الوظيفي لا يمنع يعني من إكمال الدراسة. السؤال حسين، فالمقصد يعني زي ما هل الجامعة الآن تعتبر قطاع خاص يعني بهذه الطريقة؟ لأنه طيب واضح انه قطع صوت حسين. تعليق استاذ بندر او ما وضحت الصوره بشكل كامل؟ لا وضحت لي الصوره تماما. هو شخص غير اكاديمي في الجامعه، فنظام الجامعه ينص على فقط الاكاديميين هم من يكملوا دراستهم ويعتمدون. انت امام امرين اخي حسين، الامر الاول هذا هو نظام الجامعه نفسه، يعني ممكن يكون في بعض الاستثناءات، لكن لو لم تكن هناك استثناءات انت امام امرين، اما انك تكمل درجه الماجستير لاكتساب مزيد من العلم دون تاثيرها، يعني ما حد راح يمنعك من الدراسة لكن قد ما يعتمدوها لك في درجتك الوظيفية. جميل. أنا ودي أرجع لسؤال وخلصت أنت في مقالتك أستاذ بندر، لكن استأذنك بفاصل إذا تسمح لي. بعد الفاصل نستكمل حديثنا مع الكاتب الاقتصادي ومستشار الموارد البشرية الأستاذ بندر بن محمد السفير. أيضا نسعد بمشاركاتكم وتساؤلاتكم عبر أرقام الاتصال 011-268-44-88. ابتدأنا من اليوم الأربعاء بتخصيص فقرة للحديث عن الموارد البشرية وأيضا الأخبار الاقتصادية. فاصل وراجعين. كيف من الثانية وحتى الثالثة برعاية كودو، يوميات كودو، عروض بزيادة من الجمعة للخميس. اهلا وسهلا، حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، مستمعين اثير اذاعه ام بي سي اف ام. حديثنا متواصل مع الكاتب الاقتصادي ومستشار الموارد البشريه الاستاذ بندر السفير. حياك الله استاذ بندر من جديد، وسعيدين فيك بالتاكيد. الله يحفظك، حياك الله. استاذ بندر، قبل ما انطلق لي سؤال ثاني وايضا محور ثاني، ابغى اسالك ماذا كنت تقصد في مقالتك اليهود الموارد البشريه؟ ذكرت أنت في الختام أن الخلاصة أظن أن الوقت قد حان لتصنيف مختصي ومسؤولي الموارد البشرية حتى يصبح عملهم وتقييمهم مبني على أساس صحيح وليس مسمى فقط.
يعني يجب أن يكون هناك شهادات مهنية للموارد البشرية، يجب أن يكون تصنيف زي ما هو معمول للمهندسين والمحاسبين حتى نضمن أكبر معايير للجودة تطبق في هذا المجال. تجد الآن المهندس اللي يحصل على تصنيف هندسي ولا المحاسب من الهيئة السعودية للمحاسبين، كذلك يجب أن يكون العمل ذاته، لأن الموارد البشرية أصبحت الآن بأهمية لا تقل عن التخصصات الأخرى. صحيح. خصوصا في هذه المرحلة، لذا ما يجب أن يكون أي أحد عمل في هذا المجال أو أخذ الشهادة يستطيع أن يقوم بهذا الدور بكل كفاءة. لا، هنالك في معايير وفي تجارب معينة وفي خبرات وفي جدارات معينة يجب أن تكون عند الشخص هذا حتى نضمن أنه يعني يدير هذا الملف بكفاءة عالية. جميل جدا. نتحدث أيضا تعليقك أستاذ بندر عن الموافقة، موافقة المقام السامي بإعادة فتح القبول في برامج التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد في كل من جامعة الملك عبد العزيز، جامعة الملك سعود، وجامعة الملك فيصل، وجامعة الأميرة نورة، وجامعة القصيم. تعليقك. أولا هذه موافقة سامية كريمة، يعني أتت بعد أعتقد يمكن سنتين من الإيقاف أو شيء من هذا القبيل. صحيح. الإيقاف هذا كان لمزيد من التنظيم، كان في ملاحظات كثيرة جدا الفترات الماضية على يعني جودة يعني الإجراءات، جودة الإجراءات وليس مخرجات يمكن التعليم عن بعد، لكن أظن تم عمل عدة أمور وتم ترتيبها وتنظيمها بشكل يضمن يعني مثل ما نقول حنا سلاسل الإمداد، إنه يكون في فعلا مخرجات للتعليم تستطيع يعني تجد لها مكان في سوق العمل. هذا من جانب، لكن من جانب آخر يمكن حرصت القيادة في هذا الشأن إنه أعطيك مساحة أكبر في هذا الوقت على عمليات رفع إمكانياتك ومهاراتك أكثر وتحصيلك العلمي بآلية. أعتقد التوقيت كان ذكي جدا، أنه في أصعب الأوقات اللي تمر فيها الكورونا وتجبر الكل على العمل يعني عن بعد، أن يتيح فرصة مثل هذه أو أعيد فتحها ومع جامعات عريقة مثل الجامعات المذكورة، فبالتالي فرصة ذهبية تزيد يعني تعطي مرونة لكل يمكن يستفيدون منها بالدرجة الأولى الموظفين. فهذا يعني فرصة كبيرة جدا يعني تدفع بالتطوير للموظفين. يعني عندي أنا تساؤل قاعد يعني يتبادر في ذهني، بدي إذا ممكن عندك إجابة تجاوبني أستاذ بندر. اليوم إحنا ندردش ونسولف بما يختص بالموارد البشرية أيضا والأمور الاقتصادية. حملة الماجستير يعانون من أيضا توفر الوظائف عكس البكالوريوس، ليش اللي نقدر نقول في جاب ما بين الاثنتين مع أنه نقدر نقول ماجستير هو أكفى لأن يحصل على الوظائف؟ طيب، هو طبعا دائما لكل وظيفة في متطلب. أنا كتبت مقالة قبل 5 سنين عنوانها لا تدرسوا ماجستير وبكالوريوس، كنت أقصد أنه يجب أنه ما ندرس درجة الماجستير مباشرة بعد البكالوريوس في أغلب الأحوال. بعض الخبرات اللي تجي في النص هذه يكون قيمتها عالية لسببين، قيمة أكاديمية للماجستير إذا أنا درستها، وأيضا من خلال خبرتي اللي أنا بستفيد منها. الإجابة على سؤالك أنه كثير من الوظائف إن لم يكن أغلبها هي لا تتطلب كوصف وظيفي درجة الماجستير، فبالتالي لما أسأل واحد أقول له ليش أنت أخذت درجة الماجستير، هو يغتنم فرصة جات له إما منحة أو برنامج تعليمي معين، لكن هل هي متطلبات وظيفية؟ بيقول لك لا. طب ليش أنت درست الدرجة هذه؟ فالمفترض أنه الواحد يعني يخطط تخطيط سليم، يبني له مسار مهني معين مرتبط بتحصيل العلمي، يحصل درجة البكالوريوس مقابلها مثلا قطاع الأعمال أو, 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 أو وظيفتي مثلا، ومن ثم أختار التوقيت المناسب لدرجة الماجستير. فبالتالي أغلب متطلبات الوظائف الحالية في المرحلة الحالية تكون لدرجة البكالوريوس. يمكن الوظائف الأكاديمية تطلب ماجستير، وبعض الوظائف الغير أكاديمية القيادية تطلب درجة الماجستير. جميل جدا. أروح الاتصال معك أستاذ بندر إذا تسمح لي. مساء الخير. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله. أسعد الله مساك. ومساك يا حبيبي. مين معنا؟ معك أبو عادل. طال عمرك. حياك الله أبو عادل. تفضل. حبيت أسأل أستاذنا الكريم عن الموضوع اللي هو الموارد البشرية. أنا في إدارة حكومية، وكان مسمى عندنا كلام هذا قبل تقريبا 2 سنين القوة العاملة، فتم تغييره إلى مسمى الموارد البشرية. هل هذا الاختلاف فيه فرق أو لا؟ يعني كانت أول القوة العاملة نسميها إحنا القوة العاملة، الآن اختلف المسمى إلى الموارد البشرية. طبعا صدر فيها قرار أن تغير المسمى إلى الموارد البشرية وتخصيص لها يعني مدير.
هل كان يعني في اختلاف المسميات هذه من قوى العاملة إلى الموارد البشرية؟ واضح جدا. شكرا لكم. شكرا لك يا أبو عادل. شكرا. تفضل سيد النصر. طيب، وطبعا هنالك برنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية في القطاع العام، هو ما نظم وطور هذه الجزئية بالتحديد. فعلا هناك فروقات كبيرة جدا يمكن ما يلحظونها الإخوان بالفترة الأولى لسبب بسيط، أنه هي فترة انتقالية، مثلا كانت قوة عاملة بعدد معين موظفين تغير مسماها المرحلة الأولى، لكن مع تطور برنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية أصبح تركيز أكثر على تفعيل دور إدارة الموارد البشرية من ناحية تدريب وتطوير، من ناحية استقطاب، من ناحية مثلا المزايا وتعيين، يعني فعلا في فرق كبير سيلحظوه الإخوان مع مرور الوقت. أروح الاتصال أيضا أستاذ بندر. مساء الخير، أهلا وسهلا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. مساء الخير عليك وعلى ضيفك. مساء الأنوار، مين معنا يا حبيبي؟ معك أبو محمد. حياك الله، تفضل أبو محمد. عزيزي، أنا موظف في وزارة حكومية من 10 سنوات، من عام 2030، ومعي دبلوم إدارة مالية، ومعي كل شيء، موظف على بند الأجور على باء 10 سنوات، وزملائي كثير منا بكالوريوس وماستر على جيم وعلى باء وعلى 33، لنا 10 سنوات. بعد طبعا جينا حنا بعد قرار الملك عبد الله رحمة الله عليه إنه يرسمون ويمنع توظيف، هذا مخالفين. حنا الآن مخالفين القرار خادم الحرمين الملك عبد الله، ولا تحسن وضعنا. يعني ما أدري، الموارد البشرية ما شاء الله يعني شاطرة، فإنه تغيب يحسمون عليك، دورة ما تحضرها يكنسلونك ولا يعطونك دورات. يعني حريصين على كيف يأخذون حقهم، لكن ما يعطون الموظف حقه. أنا ما أقول أزعل إنهم يأخذون حقهم، طفى أعطونا حقنا حنا. طيب حنا معانا شهادات جامعية وجالسين على البند، يعني موظف راتبه 3000-4000 الشهادة. أستاذ بندر، حاب تعلق أو إذا بغيت دورة قالوا بند ما يعطونك دورة، إذا بغيت خدش دوام قالوا ما يعطونك، وانت تعمل لحظة بالمقابل. احنا نعمل زي المرتبة الثامنة والسابعة والسادسة جنبنا، نفس المسيرات اللي يعملها يخرج رواتب ويعمل مسيرة، احنا نسوي نفسها بالضبط. بالمقابل هو ياخذ 9000-7000-8000 أوفر تايم ما شاء الله رزقه، واحنا لا أوفر تايم ولا راتب، ما أدري كيف، ولنا 10 سنوات. حب تستفسر في شيء استاذ بندر او واضح؟ لا واضح. يعطيك العافيه صديقي، يعطيك العافيه ابو محمد، شكرا لك. تفضل استاذ بندر. طيب، طبعا موضوع بند الاجور اعتقد يعني رفع لجهات عليا في اكثر من مره، لكن احنا محتاجين الاجابه على هذا السؤال الاستماع لجهه رسميه حتى تجاوب بشكل، لكن انا اقدر ارد بجزئيه بسيطه، انه لا يلقي باللوم على ادارات الموارد البشريه في الجهه اللي يعمل فيها، لان اعتقد الموضوع هو يحتاج صلاحية أعلى للنظر فيه، لأن له حيثيات له تفاصيل كثير. فبالتالي أنا حد معلوماتي بس إنه إن الموضوع يعني جرى دراسته في أكثر من مرة، ولا أعلم حقيقة أي نتيجة. لا لازم يعني الجهة المخولة في الدولة للرد على هذا الملف. جميل جدا. أروح معك الاتصال أيضا أستاذ بندر. مساء الخير. مساء النور، سعد الله مساءكم. ومساك يا حبيبي، مين معنا؟ معك خالد من جدة. بصراحة أحب أوضح جزئية في خلال مرحلة أني توظفت في أكثر من شركة، وكان نظرتي لشؤون الموظفين أو الموارد البشرية أو القوى العاملة إيش ما كانت مسمياتها وتغيرت عليها، إنها بتضغط الموظف بطريقة ما أولاً كثير تكلمنا عن إنها ما بتعطينا حقوقنا، ما بتعطينا تسلسل وظيفي واضح، ما بتحسسنا إن إحنا شركاء في الكيان إيش ما كان للحماس لزيادة الإنتاجية. فلما موظفين الموارد البشرية يفهموا إنه إيش ما كان الجريد الموجود عليه الموظف في الشركة دي، هو فعلا يعتبر شريك للشركة، ما يهم الفرق في المستوى. من ناحية الشهادة، ساعات كثيرة والوظائف تحتاج مهارات ما يحتاجها الشخص كشهادة أو كمستوى، لكن المهم أن توفر المهارات لها في الشخص اللي يقدر يؤدي المهام الوظيفية بشكل صحيح. لما نتغير المفهوم ده ويتعامل إدارات الشؤون الموظفين مع الموظفين على أنهم شركاء فعليين للكيان، أتوقع الإنتاجية حتفرق، ولا الموظف حيفرق، وحتى يعني البروسيس يكون الأمان الوظيفي واضح للشخص. أنا السنة هذه إيش وجودي وتسلسل الوظيفة، السنة الجاية إيش عندي من امتيازات في الوظيفة دي، إيش ممكن يكون. أما إنه الواحد يكون 10 سنين على بند أو على راتب واحد،
أتوقع هذا إجحاف فرقة العمر وأشياء كثيرة. شاكر لكم على الإفاحة. شكرا لك يا خالد، شكرا لك، يعطيك العافية. أنا بروح معك لسؤال وختامها إن شاء الله مسك يكون أستاذ بندر. اليوم لما نتحدث على نظام العمل في السعودية، أيضا أدوار الموارد البشرية، هل يجب علي أنا كموظف سواء بالقطاع الحكومي أو الخاص أن أكون ملم بكامل تفاصيل نظام العمل وأيضا الأعمال المنوطة بإدارة الموارد البشرية؟ كثير يخفى عليهم بعض نقدر نقول الخصائص اللي ممكن يتمتع بها الموظف وهي غائبة عنه. طيب طبعا يمكن من الصعب لان في بنود في نظام العمل يعني يمكن ما تخص الموظف بشكل مباشر يعني او ما تعنيه بشكل مباشر، لكن ان استطاع الاطلاع على البنود اللي تخصه بشكل مباشر، واقصد هنا عمليه فتره التجربه، الماده 77، الماده 80، متى يتم انهاء العقد من الطرفين، تفاصيل الاجازات والمواد الخاصه فيها، هذه تكفيك المواد وكتبتها فيها مقال ان اختصرها. موضوع العقد اللي يعني كم منا يعني من يقرأ العقد بكل صفحاته بكل بنوده، يعني يمكن مش الكل، لكن يعني وبعضهم تكون 4-5 صفحات يقرون عناوين يجب أن تقرأ كامل. اللائحة الداخلية للمنشأة يجب الاطلاع عليها، يجب الاطلاع عليها. كثير يعني يخسرون فرص داخل منشآت بسبب عدم اطلاع اللائحة الداخلية ولا أنظمة المنشأة، فهذا أنا أعتقد أنه واجب أساسي على كل منا اطلاع قبل دخول أي منشأة. رسالة اللي ممكن توجهها أخيرا للعاملين في قطاع الموارد البشرية. أنا يعني أتمنى حقيقة أن يعني بعد ما نتخطى هذه المرحلة الصعبة اللي هي بعد ما نعدي إن شاء الله كورونا سويا، الـ 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 أنهم يقوموا بالدور اللي فعلا هي إدارة موارد بشرية. هذه إدارة حيوية، إدارة تبنى عليها جميع المنشآت. يعني أنت لو تفكر في جزئية الاستقطاب فقط، التعيين، التوظيف، تجد أنها هي الأساسية في أي منشأة. أنت أول شيء تبدأ فيه توظف الناس، من اللي بيوظف لك؟ هي إدارة الموارد البشرية المفروض. فيجب أن تلعب دورك، يجب أن تكون أنت خط الدفاع الأول عن الموظف، يجب أن تثبت لصاحب العمل، شوف هذه الجزئية مهمة، ما هي القيمة المضافة للموظفين اللي تختارهم؟ والقيمة المضافة ما هي كلام، القيمة المضافة بالأرقام، إنتاجيته تحولها لإيرادات وتحسبها له. هذه الجزئية اللي تحسس صاحب العمل والمالك والمسؤول بالقيمة اللي تنعكس من الموظف اللي يتم تعيينه. الكاتب الاقتصادي مستشار الموارد البشرية، شكرا لك لوقتك، ونلتقي بإذن الله الأربعاء القادم أستاذ بندر. بإذن الله، شكرا لكم جميعا. شكرا جزيلا.